بعد شهر من الدخول المدرسي، لا تزال العديد من المؤسسات التربوية تشهد شغوراً كبيراً في الإداريين، خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. في العديد من المدارس تضم الأساتذة والتلاميذ فقط دون أن تحرك مديريات التربية ساكناً، رغم أن الوظيفة العمومية ألزم بضرورة سد العجز بالاستنجاد بالاحتياطيين. الإشكال القائم الآن لكثير من المؤسسات راهي بدون الطاقم الإداري، لا مكان لا مراقب عام لا مدير مؤسسة، راهي تمشي كلفها مساعد تربوي كلفها موظف وانتهى الأمر. يعني هذا هو الإشكال اللي راهو قائم. نختار على الوزارة لازم رغم الاحتياط كل لازم يسدوا، يعني هذا هو خصوصا مادام عندها رخصة استثنائية ولازم يوصل الوقت باش يبغي واش يسموه. هذا وقد اعتبرت نقابة التربية أن هذا العجز سببه أيضاً الرسوب الكبير للمدراء في المسابقات الترقية بعد إقصائهم في اللغة الفرنسية، الأمر الذي اعتبرته غير منطقي. الإلغاء نتاع الحق نتاع النقطة الإقصائية نتاع اللغة الفرنسية كان ياسر نشيل بسبب اللغة الفرنسية، هذا مشكل كبير. يعني ياسر مديرين راهم نشيل وما داوش العتبة في اللغة الفرنسية، وبالتالي راهم رسمين. يعني مش راهم المؤسسة التربوية بالفرنسية باش تعتبر مادة إقصائية اللغة الفرنسية. وفي انتظار أن تتحرك وزارة التربية الوطنية بإلزام مديريات التربية بضرورة أخذ موضوع التوظيف الإداريين محمل الجد، تبقى القوائم الاحتياطية تراوح مكانها دون توظيفها كما توعدت الوزيرة بن غبريط في العديد من المناسبات.